كابتن رضا. نعم. متفق مع كابتن ابو الدهب ان جوميز يمشي وهو المسؤول عن خروج الزمالك امبارح من كاس مصر؟ هو ومجلس الاداره. هو بياكل عيش. هو في مدرب يعني جاي يعمل اسم مع نادي كبير زي نادي الزمالك. طب ما خدش ليه الاجازه قبل ما مثلا قبل الدوري بتاع؟ لا كمل الجمله اللي انت بتقولها. انا هلطش. لا لا ما انت ايه اللي ما تلطش. الجمله دي مهمه. الجمله دي مهمه. هلطش. لا الجمله اللي انت بتقولها على مسؤوليتك ان المدرب جاي ياكل عيش. لا مش ياكل عيش، انه جاي عايز يعمل تاريخ مع نادي الزمالك، فالافضل ليه ان ياخد كاس مصر. لا غير كده، انت دلوقتي بتقول حاجه، انت وكتاب بتقول ايه؟ ان هو خسران 3-4 ماتشات. طيب نرجع قبل ما الاهلي يلعب وقبل ما الزمالك يلعب. كان الفرق كام بونت؟ كان خسران ماتشين بس قبل ما يمسك الزمالك. ماليش دعوه كان. لا الفرق انبي وزد. الفرق بين الاهلي وبين الزمالك في التوقيت ده اللي هو لما رجعوا عشان يلعبوا المؤجلات. كان الفرق كام بونت؟ كان حوالي 6 بونت او 5 بونت على ما اعتقد. 5 بونت. كان 5 بونت. 5 بونت. هو كمان كسب الاهلي. فاصبح فاصبح مفروض ان هو كان يفكر في الدوري. انما هو رمى الفوطه بدري لان خسر من جونه. هو كان كل تركيز الناس. لا سيبك، بص، طب ما الاهلي بقى، طب هقول لك على حاجه، طب ما الاهلي بقى نقول بطوله افريقيا كله تركيزه فيها، كاس عالم الانديه كله تركيزه فيها، بطوله السوبر كله تركيزه فيها، السوبر المصري كله تركيزه. ايه يا اسلام في ايه؟ احنا مش هنبرر له. انا مش ببرر. لا هو انا بقول لك اللي كان حاصل. لا مش حاصل. وبعدين هم جابوا له 11 لعيب. لا اللي ساعده على كده كمان يا رضا مجلس الاداره نفسه. او المجلس الاداره بعد ما نجح، اول ما جه مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي اظهر لجوميز انه ما بيشتغلش على الدوري، هو عايز الكونفدراليه. ماليش دعوه انا كمدرب يا مجد، انا ماليش دعوه بمجلس مجلس الاداره، عايش في ميه البطيخ ملوش دعوه. راجل اجنبي. لا اهدى بس يا كابتن. ده راجل اجنبي. يعني ده راجل اجنبي بيشتغل. يعني انتوا عايزين مني ايه وانا اعمله احاول اعمله؟ حبيب قلبي هو في مجلس اداره؟ ما انا بكلمك هو في مجلس اداره. زي ما انت عاوز فنيا. لا بتكلم على مجلس الاداره. ما حسين مجدي بيقول لك ايه فنيا؟ لا لا فنيا ان بيقول لك ايه مجلس الاداره هو محسسهم كده. انا مالي، انا راجل جاي مشارك في دوري في كاس مصر في الكونفدراليه، صح؟ هم دولت المتحيين. تمام. طب ما نلعب لاخر لحظه في الدوري. ما هو ما اتقالش كده بقى في الدوري. ماليش دعوه يتقال ما يتقالوش دعوه. الكابتن رضا، هو الكابتن مجدي بيقول لك ان المدير الفني لما بيقعد مع مجلس الاداره فعايز يعرف اهداف الاهداف ايه؟ فصدر له هو بيتكلم صح على فكره. ان مجلس الاداره صدر للمدير الفني ان هو بيشتغل على الكونفدراليه. الكونفدراليه الدوري انت حضرتك بتتكلم في جزئيه صح. ان انا كمدرب اول مره بقدم نفسي في مصر وفي نادي الزمالك ومع نادي الزمالك ما اخسرش ولا مباراه واخد اي ده انا اتلكك بقى بعد ما الاهلي كمان اعتذر. احرج مجلس الاداره. لما انا هاجي هو ايه؟ انت اتعادلت مع الاسماعيلي في وجوده، خسرت من الجونه صح؟ خسر من في فرقه تاني خسر منها المصري مرتين، واخد بالك؟ وخسر معرفش من طلاع الجيش وتعادل وطلاع الجيش ده مين في عهده؟ في عهده خسر من مصر رايح جاي على فكره. ايوه ما انا بقول لك رايح جاي وطلاع الجيش وعندك الجونه وتعادل مع البلديه رايح جاي وتعادل مع البلديه رايح جاي وتعادل تاني مع بس خلي بالك هو كان بيلعب بلاعبين شباب. ما فين الشباب؟ في اخر 4-5 لا سيبك ماليش دعوه بالكلام ده. انا بقول لك برضه هو الجونه لما خسر كان بالفرقه الاساسيه ولا لا؟ ده كان لسه في الاول. أيوة الاسماعيلي لما تعادل بالفرقه الاساسيه ولا الناشئين دولت شفناهم. خلي بالك كان بيلعب في الكونفدراليه فرقه وكان بيلعب في الدوري فرقه ثانيه. المفروض ان الفرقه بتاعت الدوري اقوى من الكونفدراليه. ليه؟ لان ناصر ماهر مش معاه، كان مقيد في فيوتشر، وعبد الله السعيد مش معاه. بس الانسجام بتاع اللاعبين حبيبي بس يا اسلام ما ينفعش نادي الزمالك يبقى صيت سهل لاي فرقه. لا استنى بس هو مين الاقوى؟ ده نادي كبير لازم نادي الزمالك اقوى وهو معاه عبد الله السعيد وناصر ماهر ولا هو بيلعب في افريقيا من غيرهم؟ بس في نفس الوقت هم ما تعودوش على طريقه لعبه وكان في عدم انسجام في البدايه. منه هو مش عارف امكانيات اللعيبه. هو كمدير فني مش عارف. ارد عليك رد تاني. قول.
هو بيقولوا انا مسكت الفرقه وهي في المركز ال11. طيب دلوقتي انا نهيت الموسم بالفرقه دي بالاصابات بالمشاكل بان انا ما عنديش بدائل، نهيت في المركز الثالث. بس كان عنده مش هو ده المركز هو كان في المركز ال11 وكان في المركز ال11 ايوه ماشي. وعدد المباريات بس هو بيقول لك ده لا ده دي حجه انا مسكت الفرقه ده دي حجه ده هو كان بص بص في ميزه خليتها في المركز الثالث. حبيبي حبيبي اضعف فرقه في الدوري المصري مين؟ اقوى فرقه في الدوري المصري مين؟ الاهلي. انا كسبته، انا كسبت النادي الاهلي وهو في قوته وانا في قوتي. طب ليه ما كملش ويبقى عندي امل ودي دافع للاعيبتي؟ مش هم دول برضو بتوع الدوري اللي ما كانوش بيلعبوا معاه في افريقيا؟ ده دي